العمى بعيون عيونه الشايح، بتقولوا داخل معي شريك مضارب، كل اللي اصطدناهن سمكتين اكلن غراب البين. بس بسيطة ورجيني كيف بدك تاكل هلا يا ابن الشواية، والله لخليك ما تفرق بين السمكة والشبكة. القصة اللي صايرة معي بيني وبين غراب البين ذكرتني بقصة رح احكي لكم اياها. مسيناكم بالخير، حكايتنا لليوم من التراث، وهالحكاية بتحكي عن طير قاق عوري، غراب بين يعني، وهالقاق هذا وقح كتير وكل أعماله مشينة وقذرة. ومن أعماله المعيبة بيجي غراب البين كل يوم الصبحيات وبيطلع على سطوح كنيسة البلدة وبيبعق بأعلى صوت آه وبيعمل له لفتين ثلاثة حول الشبابيك وبيزعج العالم اللي عم بيصلوا بصوت النشاز. هالشي هذا صار يتكرر بشكل يومي، كل يوم يجي هالقاق هذا ويكرر أفعاله القذرة المشينة، مما تسبب بإجعاز وانجعاز الكاهن المسؤول عن الكنيسة يلي حاول بشتى الوسائل والطرق انه يخلص منه بس ما حسين، واستشار كتير من رفقاته والعالم اللي بتفهم بهي الامور هي يعني، ولكن كل المحاولات ضاقت بالفشل الزريعي. وبالصدفة سمع رجال معتر سكير حشاش بقصة كاهن الكنيسة مع غراب البين، وبعد ما ضرب سيجارتين معتبرتين راح لعنده وقال له ولا خي تعال انصحك لإلا ونصيحتي لإلا، بتحط قطعة لحم وبتقلبها بالملح منيح، وبتحط صوبها طاسة عرق بلدي من هل بحبهم قلبك، وبعدها بتشوف النتائج وبتدعي لي. وبالفعل نفذ الكاهن الخطة مثل ما قال له عليها الحشاش المتشرد، جاب قطعة لحم أرانب تازة وملحها منيح وحط صوبها طاسة عرق بلدي. وبالفعل إجا طير القاق على سطح الكنيسة شاف هاللحمات هدول وبلش ينقر وياكل فيها، ومن كتر ما اللحم مالح فحم من العطاش وبلش يسك بهالعرقات البلدية، وسكر على الآخر ودخل بغيبوبة طويلة على سطوح الكنيسة وما صحي إلا وهو مكتف ومربط على خشبة، والكاهن قاعد عم ينتف بريشاته ريشة ورا ريشة، وهو عم يبعق فهنا ويعيط عليه ويقول له ولا مينك انت ولا ولك مين دفشك علينا ولك انت اللي شو ديانتك وشو مذهبك يا ابن الذين انت ولا يلي عملته بالكنيسة ابن حرام ما بيعمله، ولا انت مستحيل تكون مسيحي ولانك يهودي لأنك أكلت لحم أرانب، ولا وإنت مانك مثلي لأنك شربت عرق، وحياة لأختي إنت شبيح ابن شبيح وديانتك التشبيح، أما إنتو قلولي كيف كان فيها لهذا؟